السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ معاكم ايمان من قناة يوميات ايمي. اللي بيشوفني لاول مرة يخش يشترك على القناة ويعمل لنا لايك على الفيديو بتاع النهاردة. وصفتنا النهاردة ايه؟ وصفتنا النهاردة هنعمل حاجة اسمها المبقبقة. المبقبقة ديت بتنفع تتعمل بالسجق، تنفع تتعمل باللحمة، بالفراخ، تقدري تعمليها بأي طريقة أو أي وصفة من الوصفات اللي احنا هنقولها النهاردة. أنا هعملها النهاردة بإيه؟ هعملها النهاردة بالسجق. تمام؟ هنعمل إيه بقى؟ هنجيب حلة وهنحطها على النار وهنبتدي ننزل بالمكونات اللي معانا. يلا بينا. في حلة على النار زي ما احنا شايفين أهو، هنزل بشوية زيت. حطينا الزيت، انا حطيت زيت على معلقة سمنة، وهنزل عليهم بايه؟ هنزل عليهم ببصلاية واحدة بس هي متقطعة. هقلب تقليبتين في البصلاية، وبعدين هعمل ايه؟ هنزل معاكم اهو، ده نص كيلو من السجق. تقدري تحطي الكمية اللي انت عايزاها على حسب عدد افراد اسرتك. ننزل بيها بشويش كده، ونكون واخدين بالنا وحذرنا علشان خاطر ما يتفرتكش معايا. ليه انا مقطعتهوش؟ انا بحبه سليم كده، ما بحبش اقطعه عشان ما يبقاش معايا زيه زي اللحمه المفرومه. انا هنزل دلوقتي بايه؟ هنزل برشه فلفل اسود اهي، وهقلب. ودلوقتي هنزل برشه بابريكا، وبعدين هقلب. هكون عصرة نص شفشق كده من الطماطم، عليه قرن فلفل حراق او قرن فلفل بارد اللي انتوا عايزينه براحتكم. انا حاطه فلفل حراق على فلفل بارد، وكمان حاطه فصين من الثوم. هعمل ايه؟ هنزل بيهم بقى دلوقتي حالا على السجق. زي ما انتوا شايفين اهوت، انا دلوقتي نزلت خلاص بعصير الطماطم. هشوف بقى كده، احط حاجة بسيطة جدا من الملح علشان خاطر كده كده بيبقى السجق متبل اصلا. بصوا اول ما بقى كده ايه تشكشك معاكم زي ما انتوا شايفين، هننزل عليها باي نوع مكرونة انت عايزاه. انا المتوفر عندي دلوقتي هو دوت اللي هو القلم. هروح نازلة، بصوا نزلت ازاي، دي كده نية مش مسلوقة. هقلب لها كده تقلبتين، وبعدين هخلي النار عالية عليها. خدوا بالكم من الموضوع ده، وتبقى عالية. اول ما احس ان هي هتتشرب شوية هقولكم هنعمل ايه. وفي الوقت دوت هنزل عليها بالمية السخنة زي ما انتوا شايفين كده، بس كده يعني يدوبك تكون مغطياها. واول ما تتشرب هروح موطية النار عليها كأني بعمل رز بالظبط. هي خلاص استوت معايا، طبعا انا كنت بقلب فيها كل وقت والتاني عشان خاطر ما تلزقش في قعر الحله. يلا بينا بقى نصبها ونحطها كده في طبق ونغرفها ونشوف شكلها عامل ازاي. شايفين انا غرفتها خلاص اهوت، بصوا جميله جدا، ولا معجنه ولا فيها اي حاجه. تعالوا ندوق بقى كده مع بعض نشوف، تحفه تحفه بجد بجد، عايزاكم تجربوها. فعلا هي وصفة تستحق التجربة. استنوني ان شاء الله فيديوهات تانية كتيرة، وصفات تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.